دكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل أعلن إعادة فتح طريق وادي النطرون العلمين أمام حركة مرور السيارات النهاردة. الوزير قال إن الهيئة العامة للطرق والكباري انتهت من إعادة رصف الطريق وتطويره بالكامل بدءا من تقاطعه مع طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي وصولا إلى العلمين بطول 135 كيلومتر. أكد اللواء عادل ترك رئيس الهيئة إن جميع الأعمال تمت تحت إشراف الهيئة ونفذتها عدة شركات وبلغت إجمالي التكلفة 1.9 مليار جنيه، وذلك كما هو طبقا للأرقام الموجودة والمقدرة. على الهواء مباشرة وتفاصيل أكثر مع زميلنا محمد رياض. محمد، برحب بيك والتفاصيل عندك، تفضل. عليك شريف، بالفعل أقف الآن على طريق وادي النطرون العلمين، هذا الطريق الذي تم افتتاحه تجريبيا حتى يتم افتتاحه بشكل رسمي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن المشروعات القومية التي سوف يفتتحها بمناسبة أعياد تحرير سيناء وضمن الخطة القومية للدولة لإعادة تطوير الطرق ضمن خطة 2030. هذا الطريق شريف يعني بالفعل تم تطويره بتكلفة بلغت 1.9 مليار جنيه. هذا الطريق أصبح هناك توسعة لهذا الطريق، ثلاثة حارات للقادمين وثلاثة حارات للمواطنين الآتين من الساحل الشمالي ومرسى مطروح بعرض 28 متر. كانت المشكلة الرئيسية في هذا الطريق شريف أنه لم تكن هناك العديد من الخدمات لسواء المواطنين الذين يأتون من القاهرة ومن المحافظات باتجاه الساحل الشمالي ومرسى مطروح، ولكن هناك أصبح هناك العديد من الخدمات، أصبح هناك العديد من محطات الطاقة الموجودة، هناك حوالي 5 محطات الطاقة، هناك العديد من نقاط الإسعاف منتشرة على طول الطريق، هناك أيضا وحدات مرورية تنظم عملية سير المرور في هذا الطريق. يعني كما ذكرت شريف هناك يعني هنقول راحة وهنقول هناك يعني نقول فرحا بين المواطنين حتى أن تم تطوير هذا الطريق على أعلى المواصفات العالمية. وممكن ناخد رأي السادة المواطنين شريف المتاجدين هنا عند نقطة التفتيش أو نقطة المرور. مرحب بك فندم، استأذنك تطلع لي برا. السلام عليكم، برحب بحضرتك فندم، أتعرف بك اسمك؟ محمد الهواري. أستاذ محمد، أنت النهاردة تم افتتاح هذا الطريق بشكل تجريبي، إن حضرتك مشيت على الطريق، كل مرة بتيجي بتمشي على الطريق ده، هل حضرتك شايف في اختلاف في عملية التطوير؟ والله كان الأول حارتين ودلوقتي توسع عن الأول وبقى أفضل، بالإضافة إن في علامات كمان بالليل في الطريق بتبقى موضحة الطريق، عدم الحوادث والكلام ده كله. طب دلوقتي انت حضرتك كنت بتيجي هنا على الطريق ده كل سنه، هل انت جاي في شغل ولا جاي في مصيف ولا جاي؟ لا مصيف. جاي مصيف. طب المشكله كانت قبل كده كانت بتتمثل يعني بالنسبه للمواطنين ما كانش في خدمات، دلوقتي بقى في خدمات منتشره وبقت في محطات وقود موجوده على الطريق، بقى في نقط اسعاف، ايه رايك في ده؟ ده شيء واضح يعني كمان على الطريق وافضل، يعني في اكثر من محطه بنزين على الطريق وفي خدمات وتوسع الطريق كمان مساعدنا للواحد يمشي، ما بقاش في حوادث او حاجات زي كده يعني. تمام. طب كلمة النهاردة حضرتك تقولها، النهاردة في النهاردة خدمات مرورية بقت منتشرة، النهاردة الحوادث كانت مرتفعة على الطريق ده، النهاردة بقى في تنظيم لعمليات المرور. لا انه ما فيش حاجة دلوقتي، بقى افضل بكتير طبعا، ما فيش حوادث لان العلامات الارشادية على الطريق بالليل تساعدنا كتير ان احنا نمشي بوضوح على الطريق اكتر. تمام، نشكرك شكرا جزيلا. شريف، ممكن ناخد برضو رأي احد السادة المواطنين واقفين في الطابور، استأذنك تطلع لك. برحب بيك، بتعرف بيك، اسمك ايه؟ انا عبد الهادي الرومي. عبد الهادي، انت شكلك كده شغال على الطريق هنا. رايح جاي. طيب الطريق قبل كده كان فيه تكسير كتير وكان فيه مشاكل كتير، دلوقتي اختلف الموضوع بعد ما اتطور. ممتاز بصراحه، والله حاجه تشرف، يعني الواحد بيبقى مستريح وهو رايح وهو جاي. طبعا هنا المسؤولين بسم الله ما شاء الله يعني مرتاحين معاهم، المعامله كويسه، كل حاجه كويسه على الطريق يعني بسم الله ما شاء الله، يا ريت كل الطرق تبقى كده يعني بصراحه. تمام. في بقى في خدمات، بقت في خدمات موجوده على الطريق، ايه رايك؟ في خدمات والله ما فيش سلبيه واحده على الطريق يعني مقارنه بقبل كده 100% بسم الله ما شاء الله يعني. يا ريت نلاقوا كده في كل الطرق الثانيه. طب انتم محتاجين في حاجه شايفينها محتاجينها للطرق تتطور اكتر من كده ولا ايه رايك فيها؟
والله بالنسبه للطريق هنا مفيش حاجه واحده الواحد يقدر يقول عليها وحشه بامانه يعني، انما يعني كان في قبل كده تكسير ومفيش خدمات انما دلوقتي الحمد لله يعني الواحد مرتاح، يعني ممكن يسافر ساعتين ثلاثه على الطريق ما يحسش بيهم. تمام، نشكرك شكرا جزيلا. يعني شريف كما ذكرت ان في يعني ارتياح لدى المواطنين، معايا برضو يعني سواء عربية أجرة وسواء عربية نقل. برحب بك فندم، استأذنك تنزل لي. برحب بيك، اتعرف بيك الاول، اسمك ايه؟ ياسر كمال سلام. يا استاذ ياسر، النهارده يعني تم تطوير طريق وادي النطرون العالمين، ايه رايك فندم في التطوير وعمل التطوير؟ احسن من الاول بكتير بصراحه. كان الاول مكسر وبتاع، وحالا بسم الله ما شاء الله احسن من الاول بيعمل. انت شغال على عربيه اجره؟ انا العربيه رحلات بجيب هنا اجازات معمل وبجيبهم واوديهم كل يوم. على طول هناك للساحل؟ كل يوميا، لا هنا بعد الديربي شويه. تمام. طب ايه رايك في الخدمات اللي بقت موجوده في الطريق وعمليات الرصف والتطوير اللي فيه؟ لا احسن من الاول بكتير بكتير بكتير. تمام الحمد لله، بس يدوم على كده. تمام. الحمد لله. تمام، نشكرك شكرا جزيلا. يعني شريف، دي اراء المواطنين اللي ماشيين على الطريق. يعني زي كما ذكرت لك ارتياح هذا الطريق، يعني الهدف منه تحقيق تنمية عمرانية، تحقيق تنمية سياحية شاطئية، هيخدم جميع المواطنين اللي هيأتوا من محافظات القاهرة ومن مختلف المحافظات الأخرى. برضو الطريق ده هيخدم مدينة العالمين الجديدة اللي سوف يتم العمل عليها في الفترة القادمة. أشكرك شريف وتفضل. شكرا ليك محمد رياض، شكرا على كل التفاصيل.